عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم الأستاذ الصغير. موضوع حلقتنا لهذا اليوم فرائض الوضوء. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. فالفرض في الشرع هو الواجب وهو ما يبطل الوضوء بتركه. فمن خلال ما ذكرنا يجب علينا ألا نترك فردا من فرائض الوضوء ليكون وضوءنا صحيح. وفرائض الوضوء سبعة وهي: أولا النية، ثانيا غسل الوجه، ثالثا غسل اليدين إلى المرفقين، رابعا مسح الرأس، خامسا غسل الرجلين إلى الكعبين، سادسا الدلو، سابعا الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.